أنصت لابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم. عسى الله أن يجعلني وإياك منهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المخلوف أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعالى بكرسي فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم
ينادي أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا أن قد رضينا فارض عنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه